وضمن المساحة النفسية لليوم رح نتوقف عند مشكلة ممكن يعاني منها الكثير وبالأخص الأمهات مع أطفالهم، وهي الرغبة الدائمة عند الطفل للامتلاك، واللي ممكن تكون أول خطوة باتجاه شخصية أنانية بتعاني من حب الذات. أكيد سلمى، يمكن شيء طبيعي أنه الطفل يحب يحافظ على أغراضه ويمتلك الأشياء، لكن هل ممكن تتحول هالأنانية البسيطة اللي عند الأطفال اللي ما بيفرق هو كتير الأهل لحب الذات والأنانية الكتيرة لبناء الشخصية فيما بعد؟ كل هالتفاصيل والمعلومات رح نعرفها مع ضيفتنا سهى أحمد، أخصائية بمجال علم النفس. يسعد صباحك سهى، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير سهى. صباح النور. يسعد صباحك. هلا، يعني بالبداية خلينا نحكي عن مؤشرات السلوك الأناني عند الطفل، كيف بيبدأ الأهل يستشعروا أنه هي التصرفات هي مو تصرفات طبيعية؟ هلا نحن الأنانية دائما لازم نعطي فقر عنا انه هي سلوك مكتسب من الاسره والبيئه التي يعيش فيها الفرد. بالمجمل الطفل هو صفحه بيضاء لسلوكيات مكتسبه من خلال هذه البيئه، من اب وام واخوه واصدقاء واقران. من مؤشراتها المشاعر الذاتيه، الاعتماد دائما عليها مخصصه انه انا لإلي لحاجتي غرضي ملكيه، دائما دائما انا الملكيه. مثلا عندك نقص في القيم والأخلاق، ما في بيميز بين المنيح والسيء، نقص بالانتماء للجماعة، للتواصل بين الأصدقاء بين الأقران، ما في إنتاج بعلاقاته بحياته الطفل. فدائما نحن بنراعي هذا الوضع. فكمؤشرات أولية أنه دائما مشاعر ذاتية، ودائما في زوايا هيك بياخذ الطفل، يعني دائما منعزل كمؤشرات بداية. نعم، طب خلينا نحكي شوي كمان. كثير بنلاحظ عند الأطفال إذا مثلا جبتي لطفلين نفس الغرض، الطفل الثاني بده نفس الغرض الثاني له، مثلا بيعلق على نفس الغرض اللي مع الولد الثاني. شو أبرز الصفات اللي ممكن تخلي الطفل أناني؟ كيف ممكن يتعاملوا الأهل مع هي النقطة، وخاصة إذا كان في عنده أخ أو أخت؟ خلينا نحكي عن هي النقطة كمان. هلا من الصفات اللي الواضحة دائما الحلويات، الألعاب، دائما الطفل بيجي بياخدها ليحتفظ لإله. طبعا هذا سلوك مقلد، نحن دائما بنقول عنه مقلد من الأهل من الأخوات. لما بيكون في أخ كبير أو الأهل، فدائما هو لما بيشوف إنه أخذ مثلا حاجته وحطها بالدرج، فالطفل بيشوف هذا السلوك طبيعي، ما فبيتصرف على بيصير عنده سلوك أناني، ما بيبينوا له هذا شو التصرف. تمام، في عنده مثلا لما الأم أو الأب بيروحوا على متجر أو على السوق، لما ما بتلبي له حاجته بيصير عنده صراخ وبكاء دائم ومفرط لحتى أنت تلبي له هاي الحاجة. في عنده كمان إنه بيرفض الاعتناء بغرض ما له لإله. تمام، يعني بيلعب فيه بيستهلكه وبيكبه، بينما اغراضه ما بيخلي حدا يقرب عليه، فعنده حب تملك للاشياء تبعته. كمان نحن حكينا انه لما بيكون في اخ كبير ودائما هو الطفل الاول بيكون مدلل. تمام، فبيصير بالتدرج الاطفال، فبيصير في عاده للاهل بتربيه الطفل لانه خلص تعودوا على السلوكيات الاولانيه اللي اخذها الطفل الاول. فهون بيصير عنده حب امتلاك، يعني حتى لو جابوا للولدين اذا هنن معززين له اياها بشكل ايجابي قوي، فهو ما عم يفرق انه هذا لإله وهذا لإلي. تمام، فاحيانا الاهل كثير بيتبعوا نفس الالوان، حتى مثلا لهم رصاص انه نفس الالوان ازرق احمر، مشان ما يصير خلاف بين الطرفين. طبعا هذا هو نحن بنرجع للاهل بتصرفهم، ما عندهم سلوك متبع نظامي مع هذا الطفل لحتى بيصير عنده أنانية. طيب سهى، خلينا نحكي شوي. يمكن كمان بنشوف هاي القصة عند الأولاد، مثلا بين بنت وصبي، يعني مثلا أنه ممكن بيدلعوا البنت أكثر، بيدلعوا الصبي أكثر على حسب طريقة التفكير، فبينشأ فيه تصرفات أنه لا مثلا البنت تأخذ أغراض أكثر أو الصبي بيأخذ ألعاب أكثر. هذا الشيء كمان ما بيكون فينا نقول سبب من أسباب الأنانية أو نشوء الأنانية، اللي هو تفرقة أصلا بالتعامل بين الأطفال؟ هلا دائما السبب الرئيسي المشاع نحن عندنا الدلال الزائد، حكينا عنه من شوي بالقبل. الدلال الزائد هو أنه أنت لما بتدللي للطفل على كل شيء بده اياه،
فما عاد بيفرق بين انه هذا مرغوب ولا هذا ممنوع. تمام، الاهمال هذا تبع انه صبي ولا بنت، لا لازم نحن نحط فروقات بالحياه بين الصبي والبنت، لانه الطرفين كل واحد له حاجياته ومتطلباته. ممكن البنت يغريها اي شيء لون زهر، فالام دائما بتتجه لهذا الموضوع، والصبي الالعاب السيارات الدراجات هدول القصص. فنحن لما بنعزز للطرفين بنفس الاسلوب ما بيصير في انانيه ابدا. لما نحن بننزل على السوق لازم نجيب للطرفين، يعني مثلا جبنا قلم بنجيب قلم ثاني للطرف الثاني، جبنا مثلا سياره للصبي بنجيب باربي للبنت. مثلا في نزله من السوق نحن مو ما بيصير نحن دائما كل ما ننزل نلبي رغبته، لانه هيك ما بيصير عنده امتناع عن الحاجه، فبتصير متطلباته كبيره. فلازم كمان يعلموه المسؤوليه، كيف يعني المسؤوليه بتصير؟ مسؤوليه انه انت مثلا وقع شيء على الارض، انه حتى لو طفل صغير بتعلمي انه ايه ما حطه على الطاوله، فمره ولا مره بيتعلم المسؤوليه ببساطه حتى لو الامور طبعا بسيطه، فبيصير عنده ادراك لهذا الشيء انه هذا ثمين له وغالي لازم يحتفظ فيه. بس ممكن مثلا يتعاون مع حدا ثاني فيه او يتبادل الاستعاره يعني. بس اكثر شيء الدلال زائد، الاهمال، احيانا ما في ثقه بالنفس. الثقة بالنفس والعجز بالنسبة للطفل بتأتي من الأهل، ما بيعززوا له نقاط القوة عنده، دائما عندهم إنكار للشيء المنيح اللي بيعملوه. لا، نحن لازم نوجه الأهل إنه أي شيء أنت بيعمله الطفل، إذا شال كاسة من هون حطها مثلا بمكانها المناسب، إنه نحن نسقف له وبرافو إنه أنت اشتغلت شيء مزبوط. فلازم نعزز هاي الثقة بالنفس دائما عنده، ونحسسهم بالمسؤولية، لأنه كمان الحماية الزايدة للطفل بتخليه اتكالي، هاي بتطلع معه للكبر إذا نحن ما عرفنا النسقة. أكيد. خلينا نروح على الشارع السوري ونشوف كيف بتتعامل الأم مع السلوك الأناني مع زميلتنا سمر معمو اللي اتجهت للناس وسألتهم. أسلوب بدها تجي الأم بأسلوب بتخليه يغير من طبع الأنانية، يعني تخليه يحب رفقاته ويحب اخواته، يحب التعاون مع الناس. اكيد يعني بصحي على هالشيء، بس طبعا حسب عمره، حسب ما يستوعب الطريقه اللي بيستوعبها الولد، يعني بلاقي اقرب طريق لمخه اني يفهمه هالشيء. في ناس كثير بتخلق طبعه معه، هن بيقولوا انه الانسان بيكتسب بالحياه، بس انا بقول انه لا، في شيء بجيناته الانسان، عرفت كيف؟ وهالشي هيدا بقى بدك تتعاملي معه بكتير دقة. شوي شوي الولد بالمسايرة بتعود على كل شيء، يعني مرة بتجيبي قلي له هاي اللعبة لإلك، مرة تانية بتقلي له لازم تعطي إخواتك تلعبون معك شوي. ممكن منعلمه المشاركة، ممكن ندخله على فرض هلأ أول شيء الطفل لازم يكون بمدرسة أو بروضة، فبتعودي إنه يتعامل مع الناس الموجودين أو مع الأطفال اللي رفقاته الموجودين، بتعطيه شيء وزع هدول على رفقاتك. يعني بدي أحاول أعرف شو بده، بدبلوماسية بدي أعامله، يعني بدي إيه أنانيته بأي طريقة بأي أسلوب. بحاول خليه يتعلم شلون يحب المجتمع ويكون اجتماعي أكثر، لأنه الأنانية آخر شيء مرض، يعني هي يعني آخر شيء بده يصل لمرحلة إنه حتى نفسه ما عاد يعجبه. يعني سوها مثل ما شفنا آراء مختلفة من الشارع، يمكن في إمهات حتى توافقوا معك بالرأي أنه هو سلوك مكتسب، ولكن في حدا سيدات قالت أنه في شيء جيني يمكن، أو ما بعرف شو رأيك بهال. إيه أنا كتير عقبت على هاي السيدة لما عم تحكي أنه شوي قالت طبع، شوي قالت مكتسب، شوي قالت أنه جين. تمام، هو سلوك مكتسب. لما بيكونوا الأهل أنانيين فطبيعي يجي عندهم الطفل أناني، لأنه هو عم يكتسب منهم سلوكياته. بينما لما بيجي الأهل لما بيشوفوا في علاقات، في أصدقاء، في تواصل، في مشاركة بالبيت، فلا أكيد قولا واحدا الطفل بده يكتسب السلوك اللي شافه من أهله، لأنه هو نحن دائما بنقول عنه أرض خصبة، طفل مثل الصفحة البيضاء بيكتسب أي شيء بتعلميه بتلقنيه. أما طبع وهيك أوكي ممكن طبع، بس هذا الطبع ممكن بيتغير، ما بيخلق، هذا كله سلوكيات مكتسبة هاي الأشياء.
طب كيف الأهل فيهم يتعاملوا مع سلوك الطفل الأناني؟ كيف فيهم يقوموه ويصححوه يعني؟ نحن بنعلمه على مبدأ الاحترام، احترام الآخر من خلال تواصله مع الآخرين. هلأ مثل ما حكينا لما بصير في تجمعات بين الأصدقاء بيكون عنده الأطفال تاني، فنحن نعلمه يحترم أنه في طفل عنا بالبيت، نحن لازم نشاركه ألعابنا، لازم نلعبه، لازم نحبه، مشان لما نروح لعنده يشاركنا بنفس نحن ما عم نشاركه. كمان مبدأ التعاون، كمان نحن نتعاون للمحبة للألفة، لازم يكون في هيك تواصل لطيف بين الأطفال. مثلا ممكن الأم تقرأ له قصص مثلا مرة بالأسبوع، مرتين بالأسبوع، إمتى ما كانت حاسة حتوصله لفكرة أنه الأنانية مرفوضة. كيف بتصير؟ من خلال تجسيد أرناب، ثعلب، ذئب، نحن من جسده. وإذا الأم عندها خيال فهي قادرة كتير توصل له هاي الفكرة بأسلوب محبب أنه هاي الشغلات نحن مرفوضة عنا وما نظبطها. منعزز نقاط القوة عندهم، لازم منعزز ثقته بنفسه، حتى لو غلط نميز له الغلط من الصح، ولازم نخلي الطفل يغلط لحتى يميز وين هو منيح وين هو غلط بعلاقاته بقصصه. لازم كمان نعمل له تنمية روح مشاركة، نشاركه بنشاطات بفاعليات، نعلمه يحترم الدور. يعني مثلا لما بتاخديه على جنينة في أطفال غيره، لازم هو في دور، ما يقاتل، ما يدفش غيره، لا خلص ليخلص هو، أنت بتجي لتلعب. فنحن دائما هذا التواصل الاجتماعي كتير كتير ممتاز، لازم يطلع له للطفل نهار بالأسبوع أنه هو يحتك بالعالم الخارجي لحتى يتعلم ويأسس لمستقبل كبير. وحكيت صبية كمان خلاف الأعمار كمان بيختلف، نحن بنراعي هذا الموضوع كتير، لأنه بيختلف الطفل اللي بالروضة عن الصف الأول عن السادس، فهو في مرحلة عندك أنت للصف الثالث رابع هو تعتبريه طفل، بالرابع خامس سادس فهو بلش عنده استيعاب إدراك لكل شيء عم يصير حوله. طيب سوها، كمان يمكن أحد الآراء اللي مرقت معنا كانت أم عم تقول أنه خليني سايره، بقول له لعب أخواتك أو ساوي، قديش المسايرة فعلا هي شيء إيجابي أو سلبي؟ يمكن حكينا قبل شوي قلتي أنه ما بيصير كل ما طلب شيء يلاقيه متاح، لأنه بالنهاية رح يوصل لمرحلة يرفض أنك أنت ما تلبي له طلباته. شو نوع المسايرة اللي مسموح فيها بتربية الطفل بالعموم لحتى ما ينشأ عنا هاي السلوكيات، إن كان الأنانية أو حتى إن كان حب التملك بالمنحة الأكبر يعني؟ هلأ المسايرة طبعاً شو هي أسلوبها، كلمة المسايرة بتجي على الأشخاص الراشدين الواعيين، ما بتجي على الطفل. الطفل ما فيك تسايري لأنه ما بيعرف شو فحواها للكلمة، فنحن منعلمه لأنه بدنا نلقنه. أنا ما بسايره، أنا بعزز له. كيف بعزز له؟ عندي في تعزيز سلبي في تعزيز ايجابي. التعزيز السلبي ما بيصير انه انت لا تمنعه او هيك او تسايره او انه يلا بعدين وبالبيت تعاقبي، لا ما بيصير. خلص تعرضتي لنفترض بطفل موقف في تواصل اجتماعي مثلا قدام ام رفيقه، لنفترض انه جيران، انت معلش حتى لو موجود حدا منعي انه هذا التصرف بهذا البيت غلط، لازم تعززي له اياها باسلوب ظريف حتى لو كان العقاب سلبي، مشان حتى انه انت ما تعودي انه نحن انا بالبيت مثلا حسابك بعدين، لا خلص. وهي موجوده الفكره لانه بتكون السيارات عنده عم تشتغل على هذا الاساس، لانه لما بيرجع الطفل بينسى تماما، بينسى شو عم يتحاسب. تمام، فلا معلش باسلوب كتير راقي ولطيف الطفل اللي بيستوعب شو عم تحاكي، وبيوصل لفكره انه انا حتى لو كنت برا مع ماما انا بدها تحاكيني، فانا خلص رح احتفظ بحق الرد الطفل لانه الطفل بيفكر وعنده خيال كتير خصب، والجيل اللي عم يطلع جديد كتير واعي وقوي. كلمة أخيرة بتحبي توجهيها كمان لكل الأمهات اللي عم بيعانوا، يمكن كل الناس يمكن كان عنا رفقات نحن وصغار ونحن مرينا مراحل أنانية، يعني هي مرحلة انتقالية لكن بتتغير للأفضل مثل ما قلتي حسب معاملة الأهل، فشو بتنصحي هلأ الأمهات اللي عم بيعانوا من هذا الشيء؟ دائما أنا بوجه فكرة أنه دائما الأم تاخذ الطفل من هو يعني من عمر ببلش إدراكه أنه كصديق، تسمعه ويسمع له، تشوف متطلباته يا بالإيه يا باللا، دائما يكون طلب لعنده، لازم توجهه على الصح والغلط، هي أهم شيء. لازم كتير يداروا علاقاتهم بالبيت بين الأب والأم، نحن دائما بنحكي فيها الأب والأم. ممكن هي نقطة ما كتير استفدنا بالحديث عنها سوها، اللي هي شكل العلاقة بالبيت اللي هو أساسا بيأثر بشكل عام على سلوك الطفل. يعني أنا بقول أنا ما عم أقدم لأبني أو ما عم ساوي لأبني إضافي، بس بنسى أو بخفل تصرفاتي قدام بعض شو عم بيصير، يعني هذا الشيء اللي هو مثل ما بنقول
الطفل مثل المغناطيس بيلقط كل شيء. يعني عم نقول لك نحن صفحه بيضاء الطفل، فدائما نحن بنوجه، انا دائما بحلقات دائما بحكي انه لازم يكون العلاقه بين الاب والام كثير علاقه قويه، ولازم يكون عندهم ادراك لكل شيء سلوكيات عم تصير عندهم بالبيت، ويوجهوا الطفل للصح من الغلط. معلش حتى لو كان في ارهاق وتعب بالبيت لازم واحد من الطرفين يكون منتبه لهذا الشيء عشان يتوجه الطفل بشكل سليم، ما يتعبوا معه لما بيكبر، لانه انت ما فيك تصلحي ابدا سلوكيات تاسست من الطفل من الصغر للكبر. مستحيل تجي لمراهق هيك بتصير طبعا، مستحيل تجي لمراهق انه انت تقولي له لا هذا غلط، لانه انت اسستيه هيك، انت خليتيه يشوف هيك، انت اللي علمتيه، شاف ادرك. تمام. يمكن الطفل سوها مثل ما قلتي عينه هيك بتوثق الأحداث، السلوك الأول حتى لما بيكون هو بأول سنينه يعني بتوثق هاي القصة، بتأثر على شخصيته. بتمنى من كل الأهالي ينتبهوا على هاي القصة حتى فعلا يربى بجو مريح وتكون شخصيته قوية وصحيحة بهذا المجتمع. يعني شكرا كثير لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله هيك بحلقات تانية بنحكي عن سلوكيات اخرى عند الاطفال وبننصح الامهات كيف يتعاملوا معها. شكرا لكم. شكرا لك سهى. ومثل ما حكيتي زينب يمكن كثير مهم انه نحن كل يوم يكون عندنا رؤيه يمكن لهذا الشيء اللي عم بيصير، نعرف كيف نتعامل مع اطفالنا ونركز الاساسي على السنين الاولى من العمر، لانه هي اللي بتاثر مع الوقت لبناء الشخصيه.